في يوم جميل مشرق وبارد شوية، لكن لله الحمد كانت الدفعة 49 لله الحمد، يعني أول دفعة في النظام وأول خطة الجديدة اللي هي عدم مبيت ومدتها شهرين تم تغليلها، فكان العدد كبير ولله الحمد العدد كان 1152، كانوا متوزعين على 4 أو 5 معاهد في الشمال وفي الجنوب، بالإضافة إلى المعهد الأساسي اللي هو الخدمة الوطنية العسكرية. الحمد لله تخريج كان ناجح وتدريب كان موفق من الجميع، وكان هناك تعاون وحماس من إخواننا المجندين في هذه الدفعة اللي خلتنا يعني نتمنى أن الدفعات القادمة تكون مثل هذه الدفعة. طبعا التخريج إن شاء الله صار بأكمل وجه، وكان الجو إن شاء الله ممتاز اليوم، وأبنائنا المجندين كفوا ووفوا وصار على ما نبي إن شاء الله. إن شاء الله جاهزين للدورات القادمة، وراح يكون نفس الرذم اللي استخدمناه في هذه الدورة. طبعا المجندين هني خضعوا لتدريبات ميدانية وغير ميدانية. طبعا عندنا تدريبات ميدانية مثل نظام منظم وهو تدريب الفرد على الضبط والربط العسكري، وعندنا مادة الأسلحة وهي تدريب الفرد على استخدام السلاح، عندنا مادة اللياقة البدنية وهي رفع مستوى اللياقة البدنية، وعندنا مادة مهارة الميدان وهي تدريب الفرد على تنفيذ الخطط العسكرية. طبعا عندنا كان في مواد تعطى في قاعة التدريس مثل الأمن، الشرطة العسكرية، القضاء العسكري، الإمداد، الإطفاء، إسعافات أولية ومواد أخرى. نتمنى منهم أنه راح يكونوا إن شاء الله خير إسناد وتعزيز لإخوانهم بالقوات المسلحة والقطاعات الأخرى بإذن الله.